بغيت دابا خليني ندخل في الحياه. السبت اخوتي السبت بالليل كتمشي الهيبه كيمشي كلشي سيرتو في العولة الليليه شحال واحد دابا كتلقى جالس هنا كيحكم في اسره على قدا وبالليل نهار السبت كتلقى دريا قد بنتو شاده ليه الكرافطه وطالع فوق شي كونطوار وبارك عليه اه يا الحاج ويلي ويلي حاج السبت شكون اللي كيعرف ليه الناس اللي كلاس اللي كيديروا السامتي صباح البعابعيه مساخط الوالدين نهار السبت من الصباح هو كيبريباري ليه في الاخر كيتشدوا كاملين سامتي صباح اي نستروا على سامتي صباح كيجي السيد من الدار عند مرتو سامتي صباح كيلقاها دات وليداتها عند ماماها حيت عارفين راسهم غيجيو سا مارش با كيمشيو كيجلسوا في ريستورون اون فاس مع البحر كياخذوا طبق ديال الحوت ب 3000 درهم بقعه في الرحمه اصلا غادي يصير دير 850 الف فرنك وخوتي دوك الناس اللي لاباس عليهم ما كيكملوش الطبق كيخليو تحت الطبق انا زيتونه تبقى اونبورتي فريتا اونبورتي اي حاجه اونبورتي سربايه راهي سد على اونبورتي يمكن تري نخلي انا داك الشيء تما يضيع تيجلسوا ويا في اجواء رومانسيه تيقولها شيري واش عقلتي اول مره تلاقينا كتقولي هي لا ما عقلتش كيقولها حتى انا ما عقلتش طبيعي الحال تلاقاو في ظروف غامضه تلاقاو ناشطين قال لها عرفتي امتى تلاقيت انا وياك 1969 الذاكره قويه كيركب لها خاتم ديال الكريستال زوينه هي مرتو كي دايره لابسه كسوه حمراء من داك الشيء الرفيع ودايره واحد كاشكول ديال بيبي نتيوات ولابسه كولون في المستوى كولون كل 3 ايام تتشونجي ماشي بحال هذاك اللي واخد كولون ب 10 دراهم وكتفرك فيه عند مول المحل وكتقول هذا الكولون هذا في الصابون ما يشربش يكمي يشيش يديرهم كاملين عندك ملابس الداخليه المغاربه حنا عندنا فيهم الضرار شحال واحد كيبان لك كلاس لابس مزيان وكذا بيس ماتي ما عندوش كتلقى دار ديال شي حزب ولا شي حاجه سيرتو اللي كيعجبني من هذوك التقاصر اللي كيشدوا في البرد فاش كتلبسهم مع شي سروال كيشدوا خصهم يكونوا تقاصر في المستوى تيديروا ديك كيشدوا فهمتي كتحرك انت كيبقاو شادين تقاصر او كتلقى مع الدريه كتقول لك انا غادا ندير شوبينغ عندك 60 درهم حشومه تقولي شوبينغ لا 60 درهم قولي انا غادي نتقدى غادي نحوس غادي نفوج جيت المغرب انا مؤخرا كنت في فرنسا مشيت تما اوسخ ولا فرنسا ولا شتي مشيت فرنسا ما دخلت فرنسا بحق تما دخلت لواحد بوتيكا السلام عليكم وعليكم السلام قالت لي وي كيسكو راكونت قلت الله يخليك بغيت شي تيشيرت قالت لي كيل طاي قلت لها اف قالت لي سافو دير كوا قلت لها فاسيل جبت لي اف لبستو وصلنا للسروال قالت لي كيل طاي ام ان قلت لها دو اف قلت لها زعما جوج فردات لبست السروال لبست الصباط جاني زوين قلت لها مدام شحال قالت لي 1800 اه نو 2000 درهم ما عنديش قلت لها لا قصاص تري شير قالت لي اف اتونسيون فرنسا هو المغرب مشيت المغرب خديت موكاسان كتعرفوا موكاسان خديت موكاسان ب 120 درهم من باب مراكش مشيت بيه حتى لسباته ما بقاش موكاسان ولا بالغينا وود الحرام داك موكاسان نهار الاول فاش كتاخذو كيكون موجود التجنيد معاك كتبدا تمشى به كيبدا يترعون سيرتو الا كنتي لابسو بلا تقاشر كتبدا تسمع كتحس براسك بحال غادي فوق اومليطه ود حرام تيسخن وحنا المغاربه تبارك الله عندنا شي رجلين كاين اللي ما عندوش رجل عنده بقعه ارضيه عطيك تقرش لي كبيره وكتبس النهار ديال الصباح ما كتبقى سميتها ديال الصنداله الصباح كتولي سميتها الصباح ديال الصنداله ديك الصنداله تتغبر وعندو الشقاقي في القدام تخشي فيهم 10 درهم شقفه دوز غالبا كتبقى سميتو عزيز وكيمشي للقهوه كيشرب الحليب بالويسه دفعه واحده كيردع كتلقى عزيز عليه الشحمه وطويل كتسمع نهار الجمعه اللي حدا الشحمه يعطيها العزيز هو اللي كيعرف ليها حتى هو كيفتخر بالحيواني ديالو انا كياكل الشحمه انا واحد القضيه اللي ما بغاش تفهم ليا هو كسكسو نهار الجمعه في واحد الربيع ولا وين عليه ميكا كابيتان ديال الخضار هذاك الربيع هذاك ما شنو هكا نزاو معاه كيهزوا كيبوسوا يحطوا تزمك تبوسوا تحطوا شنو تزار هذا لي شو دير خيزو قبيح فريمون كاين مشاكل بزاف
فريمون انا صراحه اللي كيعجبني هما الدريات كيفاش الفرص في الحياه عندهم. شو مثلا الدريه كيجي عندها مدير ديال شركه كيقولها ضربي معنا 16 3 شهور الا عجبتينا غادي ناخذك. فعلا كتضرب 3 ايام كتعجب المدير كياخذ المدير كياخذ لها طوموبيله زوينه وكتطلع على طوموبيله الله يسهل عليك دري لا كيقول لها ضرب معنا 3 شهور الا عجبتينا غادي ناخذك. كضرب 3 ايام تيقول لهم شي قالب هذا خوتنا بغا يديروا لنا كيخرج. انا اللي كيعجبوني هما الدريات ديال القطار. هاي 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 هذوك اللي ما كنشوفوهمش كتقول لك القطار الآسي من كازا بني ملال وجدة خنيفرة سبليون أناناسا حمادة إبراهيم مصطفى برشلونة إسبانيا والمتوجه إلى كندا شفشاون مراكش خميسات بني ملال بنغرير مراكش سوف يتأخر 20 دقيقة ويبدو حدثت 10 دقائق وكتعاود فرنسي ميدامز ميسيير زولوغو فيزيت هو صافي خلي نشوف الثاني اللي عندنا بغيتي تنكور عرفوا القطار الآتي سوف يتأخر. أوه سي با بروفيسيونيل نو 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 نو. وباش كيساليو معاك كتدخل كتلقى واحد الدريه تما كتقول لك واش بغيتي الرابيد ولا العادي شنو الفرق بيناتهم بجوج؟ الرابيد ما كيوقفش في برشيدو ستاد العادي هبيل فيما والاه يوقف بايق ديال حاجه يوقف. داكشي علاش عمليات ارهابيه ما كيفقوش عندنا في التران حيت التران كيدير روطار. داروا حسابات في الدول المتقدمه الاستيفومولوجيا لقاو القطار عندهم العام كامل مي با كيدير 5 دقائق ديال الروطار. جاو داروا هاد الحسابات عندنا في المغرب لقاو 4 شهور اللي خدامه 8 شهور كل الراحه الراحه الراحه. كتقول لك واش بغيتي برومي كلاس ولا دوزيام كلاس بجوج جمعين في الشو على الانتيريور. واحد القضيه نصيحه تبقى بيناتنا الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. نورمالمون القطار ديري فيه واحد الحاجه اللي هي لي زيتواليت ديال القطار. هذيك لي زيتواليت ديال القطار مختصه لشي حوايج خفاف مثلا تيراميسو سالاد فلوي سيزاريان هبا 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 هاد حالك هبا بس يا لا هبا لا 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 هبا رشاشات حبابات هنانات انت انت هاد حالك صافي وخرج غرش لا 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 حياء في الدين كنا كنأديو بنفس الطريقة ما كاينش شي واحد كيدير لها صوابي بيتي كتر الراحة لا نورمالمون دو ايفي كتوقع والله تيغاميسو سالاد فخوي هب هبات رشاقات دخل غتفوه وخرج او ديك النهار دخلت القطار لقيت واحد السيد يدير كسكسو 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 او خايف له يحب الجاكيطه ديالو دير ديك شنو ما قطار غادي